حلقة جديدة من برنامجكم سوشي ستار. ضيفي اليوم هو شاب تحول من لاعب في السيرك إلى صانع محتوى على اليوتيوب، وقدر يأسس واحد البصمة خاصة به في هذا المجال من خلال كونسيبت أجي تفهم. ضيفي اليوم هو مصطفى سوينغا. بدينا دابا السؤال، واش حنا الناس ديال اليوتيوب غتفرض علينا الضريبة ولا لا؟ قال لك اخويا الطون ديال المازوت كيوصلنا للمغرب 558 دولار امريكي، وحينتش بلاتي وخلي زربت عليكم. الجند الاجباري هو دوز 12 شهر عند القوات المسلحه الملكيه كمجند، سواء بشكل اختياري او لا اجباري. الا جات عليك النوبه ما كاينش. سؤال، علاش دار تجنيد اجباري ماشي اختياري؟ مصطفى سوينغا، مرحبا بك معي برنامج السوشيال ستار. تشرفين، مرحبا بيا. اذا السؤال الاول غادي يكون على من السيرك اليوتيوب، هضرينا كيفاش هاد التحول هذا من السيرك اليوتيوب. هو صراحه انا فاش بديت السيرك كنت ديجا بدي يوتيوب في نفس الوقت. في الاخر لا، ملي خرجت واللي تخرجت خديت الدبلوم ديالي كنت باغي نكمل في كارير ديالي السيرك، ولكن الدومين هنا في المغرب السيرك خاصك تكرييه، خاصو يتصاوب من الاول، يعني خاص بنادم يفهم انه خاصو يفهم يتفرج في السيرك. دونك كانت صعيبه عليا، وميم طون الدومين ديال اليوتيوب ولا فيديو كتجرني ليها، فيها الفلوس فيها الخدمه وداك الشيء، فقررت نسويت شي ونركز على القناه على اليوتيوب. انت كتناول مواضيع دقيقه جدا في في الفيديو ديالك، عمرك تعرضتي للتهديد؟ لا 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 لا، هذا الشيء كنت خايف منه في الاول صراحه، كنت خايف منه انني نتعرض للتهديد ولا نقيس شي حاجه ولا. واكثر حاجه كنت خايف من هذه القضيه في الفيديو ديال المحروقات، لانه كيقيس ميزانيه الفلوس، كيقيس الملاير، وغادي تعطي افكار للشعب اللي يقدر يضغط على الشركات. والحمد لله ما كان والو صراحه، ما عمري وصلني شي تهديد، العكس اللي واقع، وصلني تشجيعات من عند الناس اللي كنت كنتوقع انه يوصلنا من عندهم تهديدات. مثلا هذه ذكاء اعتقد منه مثلا شركه المحروقات، ملي شافوا الفيديو حيوني عليه، قال لي برافو عليك، خدمه نقيه صحيحه. عرضوا عليك انك تشتغل معاهم في شي اشهار؟ لا، هذوك في الـ في الـ في الكوتي ديال الشركه كوتي اخر، ولكن كوتي البيرسونيل ديالي ما كنقبلتش شي اشهار شخصي كاجيت فهم ولا شي، ولكن الشركه اللي كمحتوى كنصنعوا الناس كنصاوبوا الاشهارات مع كل شيء شركات. وصول المعلومه بالمارس ما كيكونش سهل، ما بزاف كاع صعيب. كتعطي الفلوس باش توصل المعلومه؟ الفلوس اللي غادي نعطيه هما ترونسبور، هادشي غادي نخسر من الفلوس التليفون وداك الشيء، يعني ما كتلقاش ولا تخدم ناس معاك اللي يبداو يقلبوا وداك الشيء كتخلصهم سالاري، فهمتيني؟ ولا فريلانس. الا كانت شي معلومه خارجه من وسط شي شركة او شي مؤسسة، ما كتعطيش فلوس شي واحد خدام فيها تقول له؟ لا، دابا انت مقابل هذيك المعلومة غنعطيك واحد المبلغ. ما عندها حتى معنى، ما عندها حتى معنى، لأن انت ما تقدرش تسيت المصدر، ولا ما سيتيتش المصدر راه كتكون كتكذب. مثلا خديت من عندك انت معلومة، انت واصلة في واحد البلاصة وخديت عندك معلومة سور، ما نقدرش نقولها الا ما كنتش قادر انني نقول راني خديتها عند فلان، فهمتيني؟ دونك ملي يعني حتى الا قدمتي الفلوس ما غادي ما عمرني درت هاد القضية. ودابا انترنت الناس راه كيعطيوك المعلومة تيقولك قول، فهمتيني؟ ومن عند الناس زعما من المسؤولين وداك الشيء زعما كيحيوك تيقولك مرحبا اجي اخويا. ولكن حنا سمعنا ان كاين شي اشخاص ماشي من مؤسسات وانما ساعدوك في انك تكون المحتوى ديال الفيديوهات ديالك وما خداوش الاجر اللي انت وعدتيهم به. اويلي كيفاش ساعدوني؟ ما فهمتش. خصوص في الفيديو ديال داعش. ايوا واحد الشخص. ايوا شنو دار؟ اللي هو كان ساعدك في انك قاد المحتوى ديال الفيديو ديال داعش، وكان كينتظر منك واحد الاجر على الخدمه اللي دار معاك، وفي الاخر ما عطيتيش، يعني بدون ذكر اسماء. ما عقلتش صراحه، باش ما نظلمش السيد، ما عقلتش انه يساعدني شي واحد في الكتابه ديال داعش. وديك الساعه ما نقدر نوعد شي واحد بشري لاني مزلوط. الفكره ديال انك تقول شي واحد يخلصك، مازال ما وصلتش ليها كيوتيوبر، فهمتي؟ كصانع محتوى مازال ما وصلش ذاك السطاب، مازال انا غير بحال قلتي اماتور، فهمتي؟ ما وصلش ذاك النيفو ديال نقول لواحد واجي خدم معايا ونخلصك، يعني كما بدا فكره ما كايناش، فهمتيني؟ واعتقد هذا الشخص لو كان هو قال لك هاد الهضره او لو وصلت لك عليه راه يكون غير ما تفهمتش مزيان، فهمتيني؟ اما ما كايناش ما كاينش فعليا الهضره. وحاليا كيعاونوني ناس بزاف للاسف تنقدرش نسيتيهم، لانه هما تيقولوا لي ما تسيتيناش، نظر للحساسيه، نظر للحساسيه ديال البوست ديالهم وداك الشيء. ولكن الحقيقه ما عمرني زعما طرا شي مشكل بهذا النوع صراحه. كنتي في الاول بديتي مع ابو جد بيان سور الناس قبل بديت مع قبل ما تبدا القناه ديالك كنتي مع قبل من ابو جد بديت انا داكور، ولكن انت تعرفوك الناس من خلال ابو جد. اكثر في ابو جد. وانفصلتي عليه انت، ما نهضروش على تفاصيل الانفصال، ولكن غنسولوك انت من وجهه رايك من بعد الانفصال ديالك مع ابو جد، واش القناه ديالو نزلت في المستوى ديالها او لا؟ هو كشخص
كأبو جاد تعرف أكثر من اللي تفرقت معاه ياك. الإنتاجية القناة ديالو نقصت شوية ماشي خرجت برودويزا شحال من لعيبه ومن بعد حبس لانه ما لقاش عنده ليكيب. وهذا الشيء ماشي حيتش انا خرجت من عنده ولا هو، لانه ما كاينش انتاجي ما كتصوبش شي حاجه كيطيح عادي، الا كنتي كتصوب كتكمل فهمتي. وهذه القضيه ماشي راجعه ليك كونوا ابو جاد ولا لعيبه، وانما راجعه للنظام الايكو سيستم ديال صناعه المحتوى كاع عندنا في المغرب. دونك اخر سؤال مصطفى غادي يكون على انت كيفاش كتصنف راسك وسط هاد لي يوتيوبر حاليا، فين كتصنف راسك؟ انا كنقدر نصنف راسي شويه قديم وميمطو شويه ايتيست شويه نخبوي. الجونغ المتابعين عندي كاملين الناس اللي نخبويين كيفهموا في المشاكل، ناس اللي صنع القرار اللي كيصنعوا القرار اللي كيكريوا القوانين اللي هذا هو النوع المتابعين عندي. بخلاف ما تقدرش تلقى عند غالبيه الناس هاد ليليت المغربيه عارفين اجيت فهم، ولكن ماشي غالبيه الشعب عارفه اجيت فهم. دونك شكرا مصطفى لانك كنت ضيف ديالي، ونتمنى لك مزيد من النجاح والتوفيق. ميرسي بوكو. الله يحفظك.